عودة محمود علاء من الباب الكبير، انها حق المباراة لاثنين مدافعين الهدافين، مباراة محمود علاء ومباراة رامي صبري. هل هذا الكلام اللي انت بتحب تسمعه؟ معلش، اللي هو عودة محمود علاء للتهديف، عودة المدافع الهداف. طب ما هو ما بيعرفش يدافع اساسا، فاحنا نستنى ان هو يسجل، وبالنسبه لمشاكل كتيره اللي هيعملها في خط الدفاع دي هيبقى بالنسبه لنا مين اللي هيحاسب على الفاتوره؟ لا ما تتكلمش في الحاجات دي. طب رامي صبري، رامي صبري بيسجل هدف السابع ليه السنه دي. على فكره رامي صبري وابراهيم القاضي واحد ده من أسوأ الثنائيات الدفاعيه بالنسبه لانبي، وخط دفاع ربنا يستر على انبي منه. فحته ان انت تقعد تتكلم وتفخم في الامور كده، الموضوع صعب. امال تقول ايه بقى؟ الموضوع سهل جدا وبسيط، مباراه لايت، مباراه خفيفه، مباراه كده بنعيد بيها، كل سنه وانتم طيبين. الزمالك بيكسب انبي 3-1 في مباراة سهلة نوعا ما بالنسبة للزمالك بنسبة كبيرة جدا. انت بتلعب ضد منافس زي انبي، انبي عنده مشاكل كتيرة جدا جوه الملعب، وهو فريق بيجي متأخر في الماتشات الكبيرة. يعني ايه بيجي متأخر؟ يعني ممكن مثلا تلاقي ان اول نص ساعة ليك في الشوط الاول انبي حرفيا مش موجود، وقتها ممكن انت تسجل هدف الاول والتاني والتالت وتخلص عليه، وبعد كده لعيبة انبي ترجع تخش في الجيم عادي جدا. انما انت ممكن تجيب الهدف الاول زي النهارده وتريح كعادة الزمالك باترس كالترون، تريح شويه 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 لحد ما تلاقي محمود علي لبسك ضربه جزاء من العدم، تلاقي ان فرقه انبي اللي كانت ميته بدات ترجع فيها الروح، وتلاقي ان انت تم احراز هدف تعادل عن طريق رامي صبري بضربه جزاء بنيجه، وتقعد تبص كده والله انا 4-2-3-1 بتاعت كويس. يعني اوباما عمل لقطه جماليه، لقطه الهدف الاول اللي هو جابها في اول 3 دقايق، بس بعد كده اختفى وقاعدين ندور مش لاقيين اي حاجه تقول ان احنا ممكن نسجل بعد الهدف الاول، وكمان هم تعادلوا. لا صديقي، ثق ان خط دفاع انبي كفيل لوحده ان هو يكسبك المباراه، مع لو انت شديت حيلك كده وحاولت انك تعمل خلق فرص على فريق انبي، تبطل تلعب الكره الطويله اللي محمود علاء واحد من اهم ميزاته هو انه موجود في الملعب علشان خاطر بيعرف يلعب كره طويله. اعتمد مثلا على كروسات، كروسات عندك مشكله ان اوباما يعني في الكره العاليه ما بياخدش كتير، هتضطر تعتمد على اشرف بن شرقي. بس مباراه زي انبي مع خط دفاع زي رامي صبري وابراهيم القاضي، العب حرجات زي ما انت عايز، حتى كده كده كريم فؤاد وعلي فوزي مش بيعرفوا يغطوا عكسي، فهتلاقي ان الموضوع سهل جدا بالنسبه لك. وده ظهر في لقطه الهدف الثاني بتاع نادي الزمالك، الكره اللي اوباما بيزحلقها لبن شرقي علشان خاطر بن شرقي يجيب الهدف الثاني، اللي هو حتى احنا سايقين برده بنقدر ان احنا نجيب الهدف الثاني. وبعد كده محمود علاء بيجيب الهدف الثالث علشان خاطر ده اول هدف بيسجله محمود علاء السنه دي. بس مع ذلك هتلاقي ناس كتير قوي بتتكلم عن نغمه المدافع الهداف، حب احنا الزيته قد عينينا، عشان خاطر تتفرج وتقول شوط تاني خلاص بقى انبي هيبدا بقى وهيكون في الميعاد وهيجي انبي، او تقريبا بيعملوا كابتن حلمي طول عمره بيطلع ابراهيم القاضي ونزل زياد بغطاس. كويس والله كابتن حلمي، طب ما حلو الكلام ده، طب هيجيب حاجه؟ لا مش هيجيب اي حاجه. طب انت هتحاول انت ترجع في النتيجه؟ لا. طب الزمالك يحاول يجيب الرابع والخامس علشان خاطر يطلع بقى بحفله ويرجع ثقه شويه من اللي كانوا ضايعين بعد الخروج من افريقيا؟ برضه لا، علشان خاطر نلاقي نفسنا قاعدين في شويه تغييرات بقى، بننزل حميد حداد، حميد حداد بينزل عور نفسه، فحميد حداد بيطلع، احمد سيد زيزو بيطلع وبينزل مكانه اسلام جابر، وماشيين كده كويس علشان خاطر نوصل للمباراه للدقيقه 90 وخلاص اللي بنتفرج على 45 دقيقه وفيهم شكرا ولا فيهم اي حاجه. بس ارجع اقول لك المباراه خفيفه ولايت، ولاعيبه الزمالك عملوا مجهود بقدر المباراه. اشرف بن شرقي اتحرك له في كورتين ثلاثه، ضيع لقطه هدف وجاب هدف، الموضوع سهل جدا وبسيط. اوباما لمس له كورتين هدف واسيست، مباريات سهله جدا. بس هي المباريات دي اللي بتفخمك بقى، وتلاقي ان الناس كلها بتقول عليك ان انت بلا 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 بلا، بس لما تيجي في الوقت الجد بيكتشفوا ان انت عندك مشاكل كتير. بس يا صديقي، بما ان المباراه عدت على خير من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجه، ف ممكن يعجبك الفيديو. ما هو الفيديو لايت وخفيف كده زي المباراه بالظبط عزيزي. هنتكلم على تكتيك وهنتكلم على عبقريه، عبقريه الماتش كله اساسا مش مستاهل كل الضجه دي. سعادتك هو الزمالك كان يستاهل انه خلاص المباراه في اول 10 دقائق، بعد كده انبي محمود علي رجعه في الجيم، بعد كده اشرف بن شرقي خلص عليهم، بعد كده محمود علاء خلص الماتش على خير واتغير محمود علاء ونزل مكانه محمد عبد السلام، اللي هو يعني طب وعلاء لو كان بيقدم اداء سيء كنت هتغيره؟ طبعا لا، كنت هخليه ايه، بخلي سكه المدافع بتاعي يروح، خليه يكمل اعمل حاجه. بص ليك، لو انت مشجعين الزمالك وشايف ان الكلام ده دمه تقيل عليك، فاعمل ديسلايك اصلا وانزل اشتم. اما لو انت شايف ان هو ما خفيف ولايت زي المباراه، فاعمل لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك. كل سنه وانت طيب صديقي.